النخامة الأصل في النخامة يعني ما أدري شو أقول والله. يعني في أحد يطلع النخامة بعدين يبلعها؟ صعبة ها؟ صعبة بس ممكن. على كل حال هي تقع لا شك، بس مستقذرة. مستقذر الإنسان تصل النخامة إلى الفم الشفايف بعدين يرد يبلعها. في كمه في غترته يعني يدبر نفسه يعني صراحة. المهم احنا نتكلم عن حكم مسألة. طيب إذا كانت ما خرجت إلى الفم، يعني أحيانا النخامة تخرج من الأنف، فإذا من الأنف على طول شفطها على قولتهم وذهبت إلى الجوف هذه لا شيء فيها. لكن الكلام فيما إذا جهزها لإلقائها ثم بعد ذلك استحى قال وبلعها، هذه على المذهب تفطر. المذهب أنها إيش؟ تفطر، لأنها أخرجها نوعا ما صارت على طرف الفم ثم بلعها متعمدا، وهذا هو الأظهر أنه يفطر ببلعها لا ببلع الريق. يعني إذا بلع ريقه لا يفطر. كذلك النخامة إذا نزلت من الأنف مباشرة إلى الجوف كذلك هذه لا تفطر، لكن نقول إذا جمعها في فمه وأراد أن يلقيها ثم تحسف عليها وبلعها فإنه يفطر.